السلام عليكم. كلنا عارفين نابليون وعارفين ان هو كره مصر وعارفين كمان ان هو انتصر على المماليك، لكن اللي ما نعرفوش ان هو اعجب جدا بشجاعتهم وخد كمان فرقه منهم تحارب معاه في فرنسا، بل وجعل حرسه الشخصي واحد منهم وهو بطل حكايات. وبطل حكايتنا هو مملوك اسمه رضا الاسطم، ورضا كان مملوك لشيخ اسمه البكري، كان صديق لنابليون لما كان في مصر. ورضا كان من ضمن المماليك اللي اتاخدوا لفرنسا، والباقي دول هنبقى نحكي قصتهم في حلقه تانية. ورضا بقى الحارس الشخصي لنابليون، وبقى بينام قدام الخيمه بتاعته وبيمشي قصاد موكبه. والمماليك كانت سمعتهم مشهوره بان هم شرسين جدا، رغم ان رضا نفسه كان شخص هادي جدا. واتجوز رضا ست فرنسويه اسمها الكسندرين دوفيل، وهي كانت بنت احد حاشيه يوسفين مرات نابليون. لكن كل شيء هيتغير لرضا لما نابليون اتهزم سنه 1814. فلما حاول نابليون ينتحر وبعديها تم قرار نفيه لجزيره البا، هرب رضا وما راحش مع نابليون لجزيره قلبة لانه خاف يسيب مراته وعياله، فهرب مع مرات نابليون يوسفين لباريس، ومن ساعتها نابليون مرضيش عليه ابدا، وفضل عايش حياه بعيدا عن السلطه لحد ما مات سنه 1845 في مدينه دوردام بفرنسا. لو عاوز تعرف ليه نابليون كان بيحارب باسلوب حرب الصفوف الغريب ده، اضغط على لينك الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي واضغط لايك وتابعنا.